طاهر، شو الوضع عندك؟ كل شيء تمام سيدي. عاشق، وعندي كل الأمور تمام. يا غر، عم بسمعك سيدي. شو الوضع؟ بترجاك وقول انه لساتك عايش. يا غر، كل الامور تحت السيطره سيدي. بترجاك حبيبي يا درم لا تموت. لا، يا ريت لو انا يلي بتتبدى لك يا عمري. ابني كيف بدرو يدلوك يا نور عيوني؟ يا درم، كيف بدي اقول لابننا انك تركتنا ورحت؟ كيف بدي اقول لابننا انك متت؟ يا درم حبيبي، قول انك عايش وانا مستعد لموت بدالك. كيف رح يتحملوا هذا الوجع؟ ما حدا بيتحمل، فالجرح رح يضل عم ينزف. حرقوا أرواح كل هالناس الأبرياء وحرقوا قلوب محبينا، إن شاء الله رح يحترقوا بنار جهنم. سيدي، شو في يا غر؟ رح نحاسب يلي سوى هالشي، مو هيك؟ ان شاء الله رح نحاسبه. نحن بهي الدنيا وبالاخره رب العالمين رح يحاسبهم كمان. معناتها نحن واجبنا نبعثهم على جهنم بسرعه سيدي. هاي جنازة لخمس شهداء، مين هاد؟ للأسف هالرجال تصاب بالهجوم وتوفى بالشي ساعتين بالمشفى. المدير طلب مني إني جيبه لهون بسرعة. ما بدنا نحرمه من هالجنازة، يا ريت تخبر المسؤولين عن هذا الموضوع بلا ما نتأخر أكتر. الله يرحمه ويجعل مسوى الجنة. تعيش يا أخي. انتبهوا، إجا شهيد سادس.
الله يرحمه يا عم، الباقي بحياتك. تسلم، حياتكم باقية. حضرة المدير قلبي عم ينزف وروحي عم تحترق. كيف بيقتلوا ابني وهو لساته شب؟ ما في بقلبه ولا ذرة رحمة. نحن ما راح نرتاح من شر. راح أعطيك وعد يا عم، من العساكر والشرطة وكل القوى الأمنية التابعة لجيشنا، إنه رح نحاسب الإرهابيين على كل قطرة دم انسفكت على هالأرض وندفعه للثمن غالي كتير، ولو اضطرينا نضحي بأرواحنا كمان. بإذن الله، الله يحميكم. إن شاء الله بتحاسبون بدون ما يخسر حدا منكم. بكفي موت، نحن خسرنا كتير من أولادنا. أنا بترجاكم لا تخلون يهربوا بعملتهم هي. لا تقلق، لا تخلوا دم شهدائنا يطلع على الأرض. لا لا تاكلها، رح نحاسبهم على كل عمايلهم. لا تقلق. تسلموا تسلموا، ثقتنا فيكم كبيرة. بكفي هيك، صار لازم نروح. بس شوي كمان. قتلوا أخي حضرة المدير، حرموني منه الكلاب. كيف رح أقدر أعيش بدونه؟ شعبنا العظيم ووطننا الغالي وعلمنا كمان تعرضوا كتير للظلم والظالمين، بس ما عطوا العدو فرصة حتى يضعفنا ولا فرصة. قد ما خسرنا شهداء رح نضل صامدين، ورح نحاسبهم على كل قطر الدم سفكوها من أخواتنا. والله بيشهد علي إنه رح نحاسبهم. رد علي سيدي. يلا سيدي، اتصل بحافظ، هو هنيك كمان. نعم سيدي. أخلوا المنطقة بسرعة، في احتمال يكون في قنبلة عندكم، استعجلوا. حافظ لا تضيع الوقت، أسرع. أخلوا المكان فوراً، ممكن يكون في قنبلة عندكم. ألو عم تسمعني حافظ؟ خير شوفي شو عم يصير. الو حافظ، لا ما بدي روح، انا بدي ضل هون. شو عم يصير يا جماعه؟ يلا اخلوا المنطقه، كل الوحدات اخلوا المنطقه بسرعه، اجتنا اخباريه انه في قنبله. انا بدي ضل هون. ما حدا ضل هون بسرعه، ماني رايحه من هون، ما رح اتحرك من مكاني قبل ما ودع زوجي. اسمعيني يا خانم، اهدي شوي. نحن رح نساوي جنازة لشهدائنا بتليق فيهم، بس لازم نخلي المنطقة بسرعة هلا، لو سمحتي. روحوا من هون فورا. شو القصة؟ بسرعة بسرعة بسرعة. يا اخي شو هيك عم يصير؟ فهمونا شو القصة؟ انا ما بدي. روحوا من هون، ارتدوا بسرعة. يلا اسرع اسرع. نخيلك يا ربي. لا اسرعوا اكثر. يلا اخلوا المنطقة بسرعة. يلا ليش هيك عم تساوي؟ لطفك يا رب. ما بدي روح على اي مكان. لا تساوي هيك، يلا امشي.
حسبنا حدا يفهمنا شو نصا. لازم نروح فورا. شوفي سمعنا انه هون في قنبلة. يا رب لازم نروح بسرعة. لسه ما ودعت اخي. وقت يلا استعجل شوي. اعطيني هاد. يلا روحوا من هون. ليش وقفتوا مراسم الجنازة؟ سيدي بعد عن التابوت. ليش هيك؟ متعاونين مع القوى الأمنية. شو القصة؟ يلا استعجلوا. الضابط يافوز خبرني انه في قنبلة. امشوا. مش في تابوت؟ روحوا من هذا الطرف. ليش هيك عم يصير يا ربي؟ احتمال كبير. رجاء ما حدا يضل هون. اخلوا المنطقة وبسرعة. يلا خلونا نروح. بسرعة شوي. اخلوا المنطقة بسرعة. يلا. ما حدا يضل هون. بس فهمونا شو القصة. يلا استعجلوا. دخيلك يا رب. شو عم يصير؟ شو عم تساوي؟ هربوا. انتبهوا هدول الاثنين تصاوبوا. ساعدوني. يلا اركضوا اركضوا. استغفر الله العظيم. اركضوا ما حدا يضل واقف. شو مشان جسد شهدائنا؟ شلون بدنا نتركهم ونروح؟ بس حدا يفهمنا شو الموضوع. رجاكم انا ما بدي روح. ما بصير نخرب لهم جنازتهم. يلا بسرعه يا اختي. لا حدا يضل واقف هون. صبرني يا ربي. يلا تعالوا تعالوا. خلونا نروح ثاني. لا انا ما بدي. تعالي معي لقلك. ما فيني اتركه وروح. متأكدين انه في قنبله؟ هذا اللي قاله الضابط يافوز. فريق القنابل على الطريق. بس ما عنا كتير وقت. الشهداء ما بيموتوا والوطن بيدوم. الشهداء ما بيموتوا والوطن بيدوم. الشهداء. شو هالأصوات؟ سيدي عدد كبير من الناس اجوا شاركوا بجنازة. لازم نمنعهم. انتباه لكل الوحدات. ممنوع اي حدا يقرب من منطقة الجنازة. عم تفهموا علي؟ طاهر ركود فورا ومنعون. لا تخلي حدا يجي. تحت امرك. شو عم بيصير؟ صوت قواس. في رجال مسلح. لازم نتدخل فورا. يلا تحرك يا عاشق. تحت امرك. انتباه لكل الوحدات. يلا اركضوا بسرعه. لسه في مدنيين بالمنطقه. انتبهوا منيح. تعالوا من هون. شو عم بيصير؟ لو سمحتوا يلا المكان بسرعة. ما حدا يضل هون. انتم بخير؟ احنا بخير. شو عم يصير؟ الوضع مانو آمن. لقوا شي مكان آمن. يلا روحوا من هون. تمام. يلا اركضوا. تعالي ديروا بالكم. هات حامل السلاح. الارهابي ضمن مرماي. انت شو عم تسوي؟ انتبهوا هات معه سلاح. شدام انتبهي. يلا اركضوا بسرعة. ليش عم يعمل هيك؟ انتوا شايفينه شي؟ يلا اركضوا اركضوا اركضوا. ما حدا يضل هون. روحوا لهنيك. مفهوم. اهدوا لا تخافوا يا جماعة. لا تتوتروا. اوصوا للإرهابي. يلا اركضي بسرعة. دخيلك يا رب احمينا. ومولك خذوه بسرعة. تعال معنا يلا. لسه شو بدهم منا كمان. تعال بسرعة. دخيلك يا ربي. اركضوا بهداك الاتجاه. يلا تعالوا معي بسرعة. انقذت لي حياتي شكرا لك. اركضوا. لا العفو. لا حول ولا قوة إلا بالله. أسرع شوي. بلقبوك عاشق مو هيك؟ بالضبط. بس فيكي تنادي لي منصور. ساعدنا يا رب. منصور؟ شكرا لك منصور. العفو. هذا التابوت. انت متأكد؟ متأكد هذا التابوت اجا اخر شيء وما حدا اهتم فيه. افتحوا.
القنبلة هون. مصيبة كبيرة، ما عنا كتير وقت. متفجرات كبيرة بعده من هون. إذا انفجروا بيدمروا كل هالمكان. استعجل شوي. شوفي حافظ، هذا التابوت مليان متفجرات سيدي. شو؟ بعده من هون أنا رحلة. ابني سامع هالأصوات مو هيك؟ الشهداء ما بيموتوا. هالناس جايين لياخذوا شهدائهم. ما بدنا نقدم شهدائنا. يلا يا بطل ساويها. سيدي انت قدها يا غر. نحن هون كمان مع بعضنا بالسراء والضراء. يلا يا ابني يلا فيك تعملها. ان شاء الله سيدي. يلا يا بطل. لا تقربوا رجاءا. وقفون. عدد كبير كتير ما بقدر نوقفهم. سكروا كل المنطقة، ممنوع حدا يجي. رح انجح. سيدي ممكن تنفجر القنبلة. يلا بعده. ابني فيك توقف معه؟ حياة مئات الأبرياء بين إيديك هلأ. يلا يلا يا بطل. لا تأكل هم سيدي. والوطن بيدوم، الشهداء ما بيموتوا والوطن بيدوم. رح انجح ساعدني يا رب.
وقفت القنبلة. يا بطل برافو عليك، حلال عليك يا ابني، حلال عليك، انت بطل، الله محييك. حافظ، قبل ما تفككوا كل المتفجرات لا تخلوا حدا يجي. تحت امرك سيدي. بعد ما يروح خطر هاي القنبلة منكمل الجنازة. مزبوط كلامك أردام. شيدام عملوا طوقمني. تحت امرك سيدي. مسكنا الارهابي اللي كان عم يقوس، هو بالاسعاف عايش، جماعتنا رح ياخدوا اقواله هلا. ممتاز،